أعزائي الطلبة السلام عليكم. أخذنا بالمحاضرة السابقة مجموعة من التعاريف ومجموعة من المعايير ومجموعة من المفاهيم اللي تصف أي نظام تحكم أو سيطرة، وخصوصا ما موجود بالقطاع النفطي. ونوهنا في المحاضرات السابقة على أهمية الكنترول فالف باعتبار الفاينل كنترول إليمنت، وشنو هي علاقته بالكنترولر، وشنو هي البارامترات الحاكمة في أي نظام سيطرة. ونوهنا أيضا إلى مفهوم آخر دقيق ومهم وضروري، وهو الدايركت أند ريفيرس ريسبونس أو الدايركت أند ريفيرس أكتينج. يعني بمعنى آخر أو بتعبير أدق، شنو استجابة كل انسترومنت موجودة بالقطاع النفطي؟ يعني شنو الاستجابة المباشرة والاستجابة الغير مباشرة إذا نترجمها بصورة حرفية؟ يعني دايركت ريسبونس او الريفرس ريسبونس. الدايركت ريسبونس انه المرسله بالنورمال او بالظرف الطبيعي اذا تقيس ضغط صفر فيفترض تعطيك 4 ملي امبير، واذا قاست اقصى ضغط ممكن حسب ما انت مبرمجها من مود 6 او حسب طبيعه المرسله تعطيك 20 ملي امبير. هذا الدايركت ريسبونس، العلاقه مضطرده مباشره اثنيناتهم الرينجين الانبوت والاوتبوت يبدي من اقل قيمه الى اعلى قيمه. تقدر تفهمها بهالطريقه. في حين الريفيرس اكتنج او الريفيرس ريسبونس، الاستجابه العكسيه للانسترومنت على سبيل المثال صمام مرسله، يكون بالنحو التالي: مرسله اذا قاس الضغط الصفر ما راح تعطيك 4 ملي امبير الحد الادنى، لا راح تعطيك الحد الاعلى 20 ملي امبير، والعكس صحيح، اذا قاست اعلى ضغط ممكن مثلا 10 بار راح تعطيك 4 ملي امبير. يعني المدخلات الفيزيائيه للمرسله من الصغير للكبير، الاوتبوت مالتها الريسبونس كاستجابه هو بالعكس من الكبير، اذا كانت من الصغير للكبير كادخال الاوتبوت مالتها من الكبير للصغير. اذا مو كلش واضح ان شاء الله بهذا المثال او المثالين اللي راح ناخذها اليوم بالمحاضره، راح نفهم بصوره تفصيليه شنو نقصد بالدايركت ريسبونس، وإن شاء الله المحاضرة اللي تليها راح أيضا نشرح أمثلة تفصيلية أو مثال تفصيلي على الريفيرس ريسبونس أو الريفيرس أكتينج. نجي ناخذ هذا المثال. هذا المثال شو يقول؟ كنترولر أوتبوت أو تو ذا فالف، أو يعني مخطط مبسط لعملية كنترول فالف. عندي صمام يتحكم بالفلو المار أو الفلو أو التدفق المار خلال البايب. عندي كنترولر الكتروني يرسل اشاره كهربائيه او الكترونيه في حالتنا من 4 الى 20 ملي امبير. الاربعه تمثل اقل قيمه وال20 تمثل اعلى قيمه والباقي تدريجات الرنج يعني البيناتهم. فيقول لك هذا الصمام، هذا صمام هوائي، خلينا نقول نوع دايفرام على سبيل المثال، هذا الصمام يتحرك من الاعلى الى الاسفل يعني بصوره شاقوليه او عموديه. فيقول هذا الصمام اجت له اشاره من 8.55 ملي امبير. يعني هذا الصمام اجت له اشاره من المسيطر مالته من الكنترولر مقدار 8.55 ملي امبير to a direct responding control valve. يعني هذا الصمام ابتداء كنا اعرفه استجابته للاشارات الجايه له الانكومنج او الداخل اليه اشارات التحكم الداخل للصمام. هذا الصمام طبيعته هل هو استجابته دايركت مباشرة أو ريفيرس؟ فقال لك معلومة يا أبا، هذا الصمام إيش بيه؟ هذا الصمام دايركت ريسبوند كنترول فالف حسب الفكر مبين أدنى. إذن ابتداء أول نقطة أنت ثبتت عندك بهذا السيستم إنه هذا الصمام استجابته مباشرة دايركت ريسبونس، تمام. المعلومة الثانية الإشارة الداخلة إلى بالملي أمبير شقد؟ 8.55. هنا هو يبدي يشرح شنو قصده بالدايركت ريسبونس. يقول لك وير 4 ملي أمبير، يعني معناته بتعبير آخر أو بتعبير أداء، 4 ملي أمبير معناته فولي كلوز، في حين إذا أجت الإشارة 20 ملي أمبير معناته وايد أوبن أو فولي أوبن. راح نشرح الآن أيضا بالتفصيل. فالسؤال هو شنو؟ How far open should be control valve in percentage؟ يعني إيش قد
فتحة الصمام الآن الحالية من إجت لإشارة 8.55، لأنه أنت تعرفون هسه الآن إذا إجت له هسه هذا الصمام هسه بعيدا عن هذه الإشارة جايت له حاليا الكرنت الحالية، هذا الصمام إذا أعطيه 4 ملي أمبير فول كلوز يغلق ما يعبر سائل، إذا أعطيه 20 ملي أمبير فولي أوبن يعبر سائل في أقصى قيمة ممكنة إليه، فولي أوبن الحجرة مالته لا تنفتح فولي أوبن. زين انا اريد اعرف اذا اعطيتك المعلومات الباوندري كونديشن انت ايش قد فتحه الصمام الان اذا اجت 8.55، انت الان اما تستخدم الطريقه التقليديه يعني ضبط تخمن تدريجات تاخذ وهاي العمليه ما راح تجي دقيقه واحتمال تخطا بها، احنا نريد طريقه رصينه رياضيه مستند على المعادلات وعلى افتراضات صحيحه تحاكي الواقع حتى تعطيك النتيجه فت مضبوطه. فنضطر بهش حاله نستخدم معادله الخط المستقيم. بس قبل لا نروح للحل خلينا نفهم شنو هي معادله الخط المستقيم وشنو هو الدايركت والريفيرس ريسبونس نوب نبلش في حل السؤال. طبعا احنا استخدمنا هنا الوورد كصبوره لانه انتم تعرفون بعد التعليم الالكتروني فنحتاج اشبه بالوايت بورد، فهنا عندنا الوورد. الوورد برنامج جدا رائع وبه واي فاسيلتيز وامكانيات. عموما هذا ملخص للدايركت ريسبونس. الدايركت ريسبونس هذا مثل ما نظل امامكم الان شنو يعني؟ معناته اذا اجى للصمام 4 ملي امبير معناته شنو؟ كلوز. اذا اجى له 20 ملي امبير معناته ايش بيه؟ اوبن. هاي خلصنا منه. نجي في حين اذا الريفيرس ريسبونس للصمام في حالتنا الآن إذا جاء له 4 ملي أمبير معناته كلوز. الريفيرس معناته شنو؟ أوبن. واضح؟ في حين إذا أجت له 20 ملي أمبير شو يصير؟ بالفرض فرضين كلوز. واضح؟ تلاحظ أنه الريفيرس أكتنج والدايركت يختلف. أعيد، بالدايركت الأربعة هو كلوز يعني 0% ما فيش فتحة الصمام، في حين 20 ملي امبير فولي اوبن يعني 100% مفتوح. بالريفيرس تنعكس الامور، تلاحظ هنا كلش لاحظ الفرق. بالريفيرس الصمام اذا تطيئه وسلط عليه 4 ملي امبير يفتح فولي اوبن، وال 20 ملي امبير الباوندري ما تصير فولي كلوز او 0%. هذا الجدول ممكن يساعدنا اكثر او يعطي او يفهمك من وجهة نظر اخرى. نجي اول شيء خلينا نفرض نرجع كمراجعه صمام الاستجابه مالته دايركت ريسبونس. دايركت ريسبونس راح اطبق بهذا الجدول دايركت ريسبونس. اذا دايركت ريسبونس انتبه اذا دايركت ريسبونس اذا اجت له 4 ملي امبير ايش راح يصير فتحه الصمام بالبرسنتج من 0 الى 100؟ 0%. واضح؟ يعني كلوز. يعني كلوز. اذا اعطيته 20 ملي امبير ايش قد يعطيني؟ يفترض اقصى رينج اله هو 100%، يعني يفتح لك الصمام 100%. عفوا، طبعا اذا اعطيت 12 ملي امبير ونص التدريجه راح يعطيك ايش قد فتح الصمام؟ راح يفتح الصمام للنص اللي هو 50%. زين هاي بالدايركت. اذا بالريسبونس بالريفيرس ريسبونس الامور ايش بيها تصير؟ تختلف بالباوندري مالته يعني بالحدود الشرطيه مالته. إذا أجت له هذا بالريفيرس راح أطبق الآن معايير وشروط الريفيرس على الصمام. بمعنى آخر إذا أطيته سلطت عليه 4 ملي أمبير كإشارة سيجنال إليه يعطيني إيش قد؟ 100%. في حين إذا أطيه 20 ملي أمبير يفترض بالعكس يغلق لي يعني 0%. واضح؟ طبعًا وبما أنه صدفة أنه خير الامور اوسطها او بالحقيقه هو ال 50 او ال 12 ملي امبير هو نصف المسافه الميد بوينت يعني بين ال 4 وال 20 وبالتالي تبقى هي 50%. واضح؟ هذا هو بالنسبه للريفيرس دايركت وال الريفيرس والدايركت ريسبونس بالنسبه للصمام. نجي الان نفهم مفهوم او نراجع مفهوم انتم اخذتوه بالاعداديه، مفهوم معادله الخط المستقيم. هذا كذا مقدمه ان شاء الله حتى نحل السؤال او المثال رقم 1 اللي ان شاء الله راح اشرحه بعد قليل.
معادلة خط المستقيم، معادلة خط المستقيم مثل ما تعرفون جرافيكلي أو حسب إذا نسوي سكيتش رسم، أنت عندك الواي أكسس وعندك شنو؟ الأكس أكسس، الواي أكسس والأكس أكسس. الواي أكسس هو محور الصادات يعني أو المحور العمودي الفيرتيكال، في حين الأكس أكسس هو المحور الأفقي أو المحور السينات إذا أردنا نترجمه، أو المحور الهوريزونتال. واضح؟ والمعادلة خط المستقيم هو عبارة عن شنو؟ خط مستقيم with يعني ويا with slope يعني ميل مالته، بإمكان الميل يصعد أو ينزل اعتمادا على مجموعة بارامترات وقيم راح ناخذها. الشفت مالته صعودا ونزولا هو مقدار الكونستانت مالته. شنو معادلة خط المستقيم؟ يعني هاي المعادلة أو هذا الشكل الرياضي أو هذا الوصف الرياضي، العلاقة بين X و Y أو العلاقة بين Y of X Y و X، شنو هي المعادلة أو الفورمولا أو الإكواجن اللي توصف لي العلاقة بين Y و X؟ هذا هو الإكسبريشن أو الإكواجن اللي أو الفورمولا اللي أو الصيغة اللي تربط لي بين المتغير واي على المحور الوايات او المحور عفوا الواي اكسس وبين الاكس البارامتر المتغير اللي هو هذا يسمونه طبعا اذا يسمونه الاندبندنت فرايبل وهذا الديبندنت فرايبل. عموما هاي بعد امور رياضيه بحته احنا ما في غنى عنها. فهاي الصيغه العامه لوصف معادله الخط المستقيم شنو تقول؟ تقول انه الاوتبوت او الواي على المحور العمودي تساوي الميل في في الاكس اكسس او المتغير على المحور الافقي زائدا فت كونستانت سي يعني كونستانت فالثابت. اذا صفر معناته الخط المستقيم منين؟ اذا صفر هذا اذا صفر وهي الحاله الخاصه سبيشال كيس، معناته الخط المستقيم ما يبدي من نام الواحد، يبدي من الصفر وينطلق واعتمادا على الستوب، اما الستوب سالب او موجب. زين هاي فيما يخص صيغة معادلة خط المستقيم. إيش قد قيمة الميل؟ قيمة الميل إذا تتذكرون في أيام الإعدادية إنه الميل هو الواي 2 ناقص الواي 1 على تقسيم الأكس 2 ناقص الأكس 1. بتعبير أدق يعني القيمة الثانية للواي ناقص القيمة الأولى للواي على القيمة الثانية للمتغير أكس على القيمة الأولى للمتغير أكس. هذين متغيرات، قد يكون الضغط، قد يكون الحرارة، قد يكون ملي امبير، قد يكون البرجر، قد يكون هو العلاقة. هاي الخط المستقيم هو علاقة بين Y و X، relationship between Y و X. قد تكون هاي العلاقة علاقة ضغط وملي امبير، قد تكون هاي العلاقة فتح الصمام بالنسبة المئوية وبين الملي امبير الداخل إليه، والعكس صحيح. قد تكون علاقة بين الفلو والنسبة المئوية، فلو أو الفولتية إلى آخر. إذن معناته معادلة خط المستقيم إلى حد ما هي powerful tool. يعني شنو powerful tool؟ يعني أداة جدا مهمة وقوية تفيدنا وتخدمنا في حل المعادلات ووصف البروسيس اللي جاي يشتغل عندنا. على سبيل المثال فتحة الصمام، قياس الدفول، العلاقة بين الإشارة المرسلة من الكنترول وفتحة الصمام إلى آخره. نرجع إذا فهمنا معادلة خط المستقيم وشون تشتغل، نرجع المثال. هذا مثالنا، قلنا مثالنا هو عبارة عن صمام هوائي على سبيل المثال يتحكم بتدفق الفلو أو الليكويد المار خلال البايب، وبالتالي الصمام هذا بما أنه كنترول فال فالتدريجات مالته من صفر إلى 100% يقدر يصعد وينزل، يعني مثلا 0, 1, 2, 3, 4, 50, 55, 66, 67, 63.5 إلى أن يوصل 100% والعكس صحيح، تصعد نازل سودات حتى يتحكمني بالفلو المار بالبايب. طبعا شلون يتحكم بي أنا؟ لازم تجده إشارة إلكترونية أو كهربائية من 4 إلى 20 مليمير تجيني من الكنترول. السؤال مالته هنا شنو؟ ثبت لك أنه هذا دايركت ريسبونس، وبالتالي عرفنا شنو معناته الدايركت ريسبونس. وش يريد منك مطلوب السؤال؟ إيش قد فتحة الصمام الآن إذا أجال تيار 8.55؟ هذا هو السؤال. إذا فتحة الصمام بالبرسنتج أو بالنسبة المئوية إيش قد إذا أجال 8.55؟ نرجع لصبورتنا. هذا السؤال.
السوليوشن. السوليوشن اذا تلاحظون سوليوشن الان الامور اوضح. نعم السوليوشن يقول خل ثبت نقطه، بما انه قال لك هذا الصمام استجابته دايركت وبالتالي اكتب بهالطريقه حتى انا اثبت حلي وانا اشتغل صح من البدايه، اسس واضطر الى اسس صحيحه حتى يصير شغلي الى نهايه الحل هم صحيح، ما اقدر يعني ما اتعرض الى اي خطا رياضي. اقول بما انه هو الصمام دايركت ريسبونس استجابته مباشره للاشاره جايت لي، فمعناته اذا اجت لي 4 ملي امبير جت فتحته يفترض 0%، في حين اذا اجت لي 20 ملي امبير راح اصير فتحته 100% فولي اوبن، وهذا هو معناته الدايركت ريسبونس. والان نبدا نفرض، راح نطبق معادله خط المستقيم حتى نوجد العلاقه بين الملي امبير الداخله للصمام وفتحه الصمام اللي تقابلها. اذا راح نفرض لنعتبر ان فتحه الصمام هو المتغير شنو واي، في حين نعتبر ان فتحه الصمام شنو هي، او عفوا نعتبر ان الاشاره السيطره جايه للملي امبير الداخله للصمام هي المتغير اكس، وبالتالي الميل ايش راح يصير؟ واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. واي 2 ايش قد واي 2؟ هذه واي 2 100 ناقص 0، في حين اكس 2 هو شنو؟ 20 ناقص 4، وبالتالي طلعنا الميل مقدار العلاقه او الميلان بين الواي والاكس. ف100 ناقص 0 120 ملي امبير ناقص 4 16 تقسمهم يطلع 6.25، هذا مقدار الميل اللي هو يربط ميلان بين الواي والاكس. اذا خلصنا من المتغير الاول عفوا. نجي الان هذه المعادله، اذا معادلتي الواي يعني فتحه الصمام بالنسبه للمئوي تساوي مقدار الميل اللي طلعناه قبل شويه في المتغير اكس اللي هو الملي امبير بمثابه الملي زائد سي. تلاحظ انا سويت هايلايت للسي باللون الاحمر، ظللتها يعني باللون الاحمر للدلاله انه هو متغير لازم يجرى تعيينه، لازم نستخرجه متغير. ايش قد قيمه السي؟ يقول لاستخراج الثابت سي نختار نقطه، صح؟ انا عندي شنو كم مجهول؟ واي واكس ذني بارامترات وعندي سي، انا استخرج سي وبالتالي لازم اعوض اكس بما يقابلها منين؟ من واي، يعني ادور على النقطه ايش قد قيمه واي بنفس الوقت قيمه اكس اعوض حتى اطلع طرفين معادله سي، فاروح على اسهل نقطه يا نقطه عندها. اذا كانت ال 4 ملي امبير ايش قد يعطيني اوتبوت واي؟ صفر، فاعوضها وين؟ اعوضها بالمعادله. عوضنا الواي ايش قد؟ فتحه الصمام 0% تساوي الميل في جذر الملي امبير المقابل لفتحه الصمام 4 ملي امبير. فعلا اذا 4 ملي امبير اكس يعني الملي امبير جالي 4 ملي امبير معناته فتحه الصمام ايش قد؟ صفر، وبالتالي عوض يبقى المتغير الواحد المجهول شنو هو؟ بطرفي المعادله وفقط السي، تضرب 4 في 6.25 تعبرها للطرف الثاني، اذا تطلع لك سي ايش قد قيمه السي؟ عفوا سالب 25 باعتبار 6 في 6.4 في 4 هو 25، يروح للطرف الثاني من ناصر سالب حتى استخرج فقط سي، وبالتالي قيمة المتغير الثابت الكونستانت هو سالب 25 لهذه الكيس ستدي، لهذه الحالة الدراسية أو لهذا البروسس أو الحالة اللي جا نشتغل عليها الآن فيما يخص الصمام. إذا أرجع أكتب معادلتي الجنرال فورم أو الجنرال سوليوشن أو الحل العام، يقول اللي هذا الحل أو هاي المعادلة أو هاي الفورميلا اللي هي توصف لي شنو توصف لي؟ توصف لي النمط الرياضي او التصرف الفيزيائي للمثال اللي احنا قيد الدراسه. بمعنى اخر اذا فتحه الصمام الان حسب مفروض السؤال تساوي الميل اللي طلعناه في الملي امبير الداخله ناقص 25. هاي المعادله الرياضيه تقدر انت تبرمجها في اي مايكرو كنترولر وتشتغل عليها وتطلع لك نفس النتائج فيما لو كانت هناك مرسلة أو صمام. عموما الآن كل الحد هان احنا هيئنا الجنرال سوليوشن أو الحل العام اللي يوصف لي هذا المثال، هذه المعادلة كلها باعتبار حل عام أو صيغة رياضية توصف لي التصرف الفيزيائي للسيستم مالتي هذا. وبالتالي بما أنه أنت الآن شنو عندك؟ معادلة عامة، عفوا عندك معادلة عامة، معادلة عامة، هذه المعادلة
هذه المعادلة توصف لي العلاقة بين فتحة الصمام والملي أمبير الداخلي، وبالتالي الأمور شنو صارت؟ سهلة. يقول لك يابا إيش قد فتحة الصمام الآن إذا أجالك 8.55 ملي أمبير، وبالتالي أطبق مباشرة وين أعوض بالمعادلة. أقول يابا أنا عندي حل عام، وبالتالي أطبق المتغير X إيش قد جاي التيار 8.55، حتى عند 8.55 أطلع جهة فتحة الصمام اللي تقابلها. بتعبير أدق هذه المعادلة تطلع لك فتحة الصمام عند كل تيار داخل الصمام من 4 إلى 20، يعني شنو تيار من 4 إلى 20 ملي أمبير تعوضه بهذا المتغير X يطلع لك إيش قد عادلة في فتحة الصمام. وأنت بإمكانك تجرب تأخذ قيم، تعوض مرة X 4، تعوض مرة X 5، تعوض مرة X 6، مرة X 7، 8، 9، 12 إلى غاية توصل X جقد 20، وشوف جقد فتحة الصمام. سوي لك جدول، أنا أقول ريكومندد، يعني أنا أوصي إنه تستخدم هاي الطريقة حتى تفهم طبيعة الآب. مو بس تعوض قيم انتجر صحيحة، لا، عوض مثلا 17.3، عوض ملي أمبير مثلا 11.8 إلى آخره. عموما الآن في حالتنا يقول لك فتحة الصمام جقد في إذا كان التيار المار أو الداخل أو الجالي من كنترول روم هو 8.5، أعوض بالمعادلة، فأعوض هنا 8.55 ملي أمبير، أضربه في 2.6 2.5 ونقصه، يطلع أنه فتحة الصمام 28.4%. يعني إذا أجي في حالتنا، في حالة مثالنا، إذا أجي تيار سيطرة إشارة سيطرة مقدار 8.55 ملي أمبير إلى الصمام، داخل إلى الصمام، معناته فتحة الصمام راح يفتح 28%، يعني تقريبا 30، يعني ثلث، عفوا 28% بوينت 4 يعني 28.5، يعني تقريبا ثلث، يعني الصمام فاتح ثلث، الفتحة مالته مفتوحة ثلث. هذا هو معناته ايش قد يريد فتحة الصمام بالبرسنتج اذا اجى التيار هالقد. طبعا انت بامكانكم الان هوم ورك تسوون. اريد الان نفس هذا المثال تطبق لي اذا كان التيار 12 ملي امبير، هنا تطبق لي، وطبق لي بعد فرع اذا كان التيار 16.5 ملي امبير، طبق لي اياها. طبعا انا استخدمت هاي الطريقه في حل المثال الموجود بالملزمة حتى أنتم تصيرون بالصورة، وبالتالي ما يصير عندكم نوع من الكونفيوز وتعارض أو تضارب ببالكم. إيش سويت أنا؟ استخدمت طريقة ثانية، لأنه هي معادلة الخط المستقيم، هي عملية إبدالية ما راح يأثر عليك. سويت اعتبرت في بداية الحل بالفرض، وبإمكانكم تجربون، اعتبرت أنه أدور أنا على معادلة الميل، اعتبرت من البداية أنه الواي هو الملي أمبير في حين الأكس هو النسبة المئوية. الحل راح ينعكس بس لازم يطلع لك شنو؟ نفس الناتج. عرفت شلون؟ يعني أنا هسه بالفرض حسب هذا الفيديو، حسب هذا الحل الآن اللي حليته لكم، إيش فرضت؟ فرضت لنعتبر أن فتحة الصمام هي المتغير شنو؟ واي، يعني راح يصير على الجهة اليسرى للمعادلة، في حين نعتبر إشارة السيطرة بالملي أمبير هو المتغير أكس، واشتغلت على هذا الأساس. بالملزمة لا، اعتبرت أنه الواي هو الملي أمبير والأكس هو فتحة الصمام. إذا تحل يفترض توصل، مو يفترض 100% جارنتي توصل نفس النتيجة، يفترض إذا تعوض يطلع لك شنو؟ يطلع لك، يطلع لك فتحة الصمام 28%. أيضا هذا هوم ويرك ضيفوا، يعني عفوا ضيفوا لكم واشتغلوا عليه وانتم تناقشوا بيناتكم. واللي عنده انا متاكد نسكم يمكن راح يخطئ بي، لان انا متعمد اسوي هاي الشغله. اريدك تفهم فلسفه الشغل بالمعادله الخط المستقيم وشلون تطبقها بالانسترومنتيشن، عرفت شلون؟ وبالتالي اكيد راح تخطئون، وهذا الخطا انا متعمد اريدك تخطئ، حتى من تخطئ وتعرف الصح ان شاء الله اشرح لكم الصح مالته بعد ما تنسى ان شاء الله تعالى. وهذا ايضا قلت لكم ضيفوا هوم ورك بالإضافة إلى الهومورك اللي قلت لكم قبل قليل. هذا فيما يخص السؤال أو الإكزامبل أو المثال الأول. نجي الآن للمثال الثاني. المثال الثاني
يقول لك افلو ترانسميتر مرسله تدفق. طبعا الفلو فلو ترانسميتر من اقول فلو ترانسميتر يعني ميتر يعني عداد، العداد هو مرسله قيس التدفق. نقطه على السطر هاي واحده. اذا الفلو ترانسميتر او الميترنج او عفوا الميتر عداد، هسه ما يهمنا نوع عداد حجمي كتلي ازاحه التراسونيك ما لنا علاقه، المهم هي مرسله الرينج مالته اقل قيمه قيسها صفر يعني ماكو فلو الى 350 جالون بير مينت. الجالون وحده قياس الحجم، لان تعرفون انه اليونت او وحده قياس الفلو او التدفق هو اللتر بير سكند او وحده حجميه على الزمن. عموما الان هو مشتغل على الجالون بير مينت، ماكو مشكله نشتغل على الجالون بير مينت او اللتر بير سكند حسب. عموما قلت لك المرسله هاي الرينج مالتها من 0 الى 350 جالون، بمعنى اخر الصفر تمثل اقل قيمه تقيسها ممكن المرسله، و350 جالون بير مينت هي اعلى قيمه ممكن تقيس المرسله as shown below. وطبعا هي شنو دايركت ريسبونس، لاحظوا شلون المثال الان يختلف، هنا طبق على الفار الان طبقناه على الانسترومنت اللي هو الميتر او الفلو ترانسميتر. يقول لك هاي شنو استجابتها لعمليات الفيزيائيه المقاسه او المتغيرات اللي راح تقيسها الفيزيائيه، استجابتها دايركت ريسبوند او دايركت ريسبوندينج او دايركت اكتينج، كلها نفس المفهوم. اوكي فالدايركت ريسبونس مالته بمعنى اخر يعني اذا قاست تدفق مار من نانه او من خلال هذا البايب صفر تعطيك يفترض ايش قد 4 ملي امبير، في حين اذا قاست اقصى قيمه ممكنه للتدفق المار بالبايب يفترض 350، يفترض تعطيك اعلى قيمه ايضا بما يناظرها من الملي امبير. فهذا هو الدايركت ريسبونس. يقول لك كالكوليت الان منطق سؤال، كالكوليت ذا كرنت سيجنال، احسب لي الاشاره اللي طالعه منها اذا اجالك ايش قد الجالون، اذا اجالك تدفق الان جات قيس حاليا جات تشتغل والقراءه مالتها جات قيس لك 204 جالون، 204 جالون بير مينت، هاي معناته الجي بي ام جالون بير مينت يعني واضح. اعيد هذه المرسله ربطناها على بايب حتى تقيس لنا الفلو، وهذه المرسله الالكترونيه واهم يعني شو اسمه اهم ميزه بها انه هي دايركت ريسبونس، يعني اذا اكو فلو اذا ماكو فلو صفر تعطيك 4 ملي امبير، واذا اكو اقصى فلو ممكن يتعدى اللي هو 350 يعطيك 20 ملي امبير. يقول لك الان المرسله قاستني شنو؟ حاليا جاي يمر فلو تدفق خلال البايب وقاست لي 204 جالون. ايش قد تتوقع التيار اللي راح ترسله لك بالملي امبير اللي ناظر لي واللي عادل لي 204 جالون بير مينيت؟ فيفترض اطبق يا معادله، خب ما اسوي تدريجات، نعم تدريجات تشتغل عندك بس ما راح كلش يعني احتمال تخطئ بها هاي اولا، واحيانا يجوز ما تضبطها ما تضبط عندك. فبالتالي احنا نروح للطريقه الرياضيه الماثيماتيكالي او الطريقه الاسلم واللي هي تعطيك جارنتي وفيت انه انت ما تخطئ اذا اشتغلت بصوره صحيحه من الاساس. وبالتالي ترجع نفس البروسيجر تفرض انه يابل بما انه هي دايركت ريسبونس، وبالتالي يعني هذا الحل تقول اذا 4 ملي امبير يعطيني صفر واذا 20 ملي امبير يعطيني 350، واطبق معادله الخط المستقيم واستخرج الميل واستخرج السيل كونستانت واستخرج ايش قد راح يطلع لي ملي امبير يعادل لي اذا اجالي الفلو 204. انا راح اعطيكم هنت او اضاءه او فتب تلميحه للحل او راس الخيط احنا نسميه بعاميه حتى انت تكمل شغلك بالحل. نرجع كبدايه سوليوشن للصبوره مالتنا، شو نقول؟ نقول يابا بما انه شغلنا الان الكيس ستدي مالتنا الحاله اللي جاي ندرس عليها هو انسترومنت او فلو ميتر او فلو ترانسميتر، اقول يابا راح اعتبر لنعتبر ان اخراج اخراج الاوتبوت، لنعتبر ان الاوتبوت او اخراج المرسله هو يا متغير، هو المتغير شنو؟ المتغير واي، في حين نعتبر ان القيمه المقاسه
للتدفق يعني الاوتبوت عفوا التدفق لنعتبر القيمه المقاسه للتدفق اللي الجالون بير مينت هو يا متغير هي او هو هي المتغير او هو مو مشكله هسه هي المتغير اكس. اذا ثبتنا هذا الشيء خلاص بعد اذا ثبتنا راح يصير بعد عندنا بالبسط 20 ناقص 4 ويصير بالمقام شنو 350 ناقص 0 جالون بير مينيت. واضح واضح يصير هنا. اذا الميل مالتي راح نشتغل عليه هنا راح يصير 20 ناقص شقد 16 باعتبار انت شنو فرض بالفرض فرضت واي 2 ناقص واي 1 وبالفرض لان انت فرضت اخراج المرسله اللي هو التيار تيار هو المتغير واي في حين الادخال مال المرسله او القيمه المقاسه للكميه الفيزيائيه التدفق هو 350 اعلى رينج ناقصا الاكس اكس 2 ناقصا اكس 1 يعني 350 ناقصا شنو اقل رينج ممكن تقيس المرسله هو الصفر وبالتالي تكمل حلك وتشتغل. واضح هذا ايضا اريد انكم تكملونه وتستخرجوا لي النتائج مالته مالكم الان حد بالملزمه اريدك انت تاخذ لك ورقه وقلم وتشتغل وتطبق المبادئ اللي طبقناها بالمثال او الاكزامبل رقم 1 ان شاء الله بالمحاضره القادمه ان شاء الله راح ناخذ الدائره عفوا الريفيرس اكتنج راح نطبق او الريفيرس ريسبونس راح شلون نتعامل ويا الاستجابه العكسيه وايضا نطبق نفس البروسيجر ان شاء الله.